ولتسليط الضوء على المشهد في الجزائر معنا عبر الخط الهاتفي من اسطنبول الكاتب الصحفي الجزائري عبد الله الرافعي. مرحبا بك معنا. اهلا وسهلا، مرحبا. اهلا بكم. بعد مرور عامين على الثورة في الجزائر، تظاهرات من جديد وهذه المرة في باريس للجزائريين لتأييد الحراك الشعبي وللمطالبة بإرساء دعائم الديمقراطية في البلاد، ماذا حققت ثورة الجزائريين من أهداف خلال العامين الماضيين؟ لا يمكن أن نغفل أبدا على أن ما تحقق في خلال 2019 كان إنجازات خرافية، لابد أن نقر بذلك، لكنها ليست هذه الإنجازات كان ينبغي على الجزائريين أن يبنوا عليها ولا يكتفوا بها، وهذا ما فعلوه فعلا. نحن الآن نفتخر ونبني على ما تحقق في 2019، لكن لا يجب أبدا أن نكتفي بها، لأن الاكتفاء بها هي نصف أهداف، وبالتالي ما قمنا به سيكون نصف ثورة، ومن يصنع نصف ثورة كمن يحفر قبره. الثورة إن لم تحقق أهدافها التي انطلقت في الأساس لأجلها أصبحت وبالا على الثائرين، هذا ما يدركه الجزائريون، وهذه يعني خلاصة ما استنتجه الجزائريين من ثورة أبائهم وأجدادهم في نوفمبر 54 ضد الاستعمار الفرنسي، لأنه في الواقع لم يتغير شيء. نحن في الجزائر انتقلنا من حالة الاحتلال التي انتهت في 1962، انتقلنا ودخلنا الآن، كنا نعيش ولا زلنا نعيش حالة الاحتلال، بمعنى أننا كجزائريين لا نرى من استقلالنا إلا العلم والنشيد الوطني والاسم الرسمي المكتوب في الوثائق الرسمية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، غير هذا لا يوجد أي استقلال. القرار السياسي تصادره فرنسا، مقدرات البلد تنهب لصالح فرنسا وعملائها بالداخل، الجزائر مكبلة بوضعية هجينة بين الاحتلال والاستقلال تسمى حالة الاحتلال. الشعب الجزائري خرج لهذا، خرج لتحقيق الاستقلال التام. الاستقلال التام هذا عبر عنه الجزائريون منذ الوهلة الأولى تحت شعار عام بديع يتنحى وقاع، بمعنى يرحل جميعا. طالما لم يحدث هذا، الثورة مستمرة، أسبابها لا زالت متوفرة، القعود عنها خيانة. إذا المسألة ليست متعلقة بأداء حكومي أو ما إلى ذلك، إنما لأسباب أعمق. على كل الأحوال، الرئيس عبد المجيد تبون وقع مرسوم رئاسي بحل المجلس الشعبي الوطني، كما أجرى تعديلا حكوميا تمهيدا للانتخابات العامة القادمة المبكرة. ألا تعد هذه خطوة في طريق إرساء دعائم الديمقراطية؟ أي حديث عن تعديل رئاسي، عن رئيس أو ما تسميه حضرتك برئيس الجمهورية، أي حديث عن هذا هو حديث في غير سياق الموضوع تماما. نحن نرفض هذه العصابة مبدأ، فلا داعي لنناقش تفاصيلها. نحن نريد إسقاط منظومة الحكم العميلة الوكيلة لصالح فرنسا المكرسة لحالة الاحتلال بالوكالة. فبالتالي هذا الرئيس بالمناسبة هو ليس أكثر من شخصية من الدرجة الثالثة في منظومة الحكم. مشكلتنا ليست معه كما لم تكن من قبل مع بوتفليقة. الشعب الجزائري يوم خرج يوم 22 فبراير 2019 لم يخرج فقط أو كما يصور البعض للحؤول دون تمكين بوتفليقة من عهدة خامسة، وهو كذلك الآن لا يخرج من أجل إسقاط تبون، وإنما في سقوط تبون هدف مرحلي لابد من تحقيقه للمرور إلى تعرية العصابة الحاكمة من ورقة التوت الوحيدة التي تستر سوءتها ممثلة في الانتخابات الإجرائية التي يصورونها كالقشة التي تربطهم بالشرعية. فبالتالي نحن لسنا، لا مشكلة لنا كجزائريين مع تبون، لأنه قطعة أصيلة في منظومة الحكم. حتى سقوط تبون أو سقوط حكومته لا يمثل إنجازا، فالجزائريون بالنسبة لهم تبون أهون من أن ينشغلوا بإسقاطه. تبون مجرد شخصية من الدرجة ومن الصف الثالث في النظام الجزائري، ليس أكثر من سكرتير لدى العسكر، هو موظف لدى الأوليغارشيا العسكرية بدرجة رئيس. فبالتالي مشكلتنا الحقيقية
مع الأوليغارشية العسكرطارية التي أتت ببوتفليقة والتي أتت بتبون والتي تسن القوانين والتي تشكل برلمانا وتشكل حكومة وتصنع أحزابا وتصنع جمعية مجتمع مدني المهيمنة طيب. على كل الحياة المناحي كل مناحي الحياة العامة في الجزائر نحن مشكلتنا هي إسقاط عصابة الحاكمة كلها تمام ووصلت الفكرة في هذا السؤال السلطات في الجزائر كما تعرف أفرجت عن عدد من الناشطين المعتقلين هل يعد ذلك تلبية لمطالب الشارع؟ والله قضية ما أسموه بالعفو العفو يكون عن الجناه والعفو يكون لصاحب القدرة فالعصابة الحاكمة ليست قادرة وليست في موقف مقدرة لو كانت في موقف مقدرة لصنعت بنا ما صنعت في التسعينات من مجازر يندى لها جبين الإنسانية هي ليست في محل قادر حتى تعفو والجزائريون هؤلاء الشباب البررة الذين كانوا معتقلين ورهائنا ظلما وعدوانا ليسوا جناح حتى يستحقون العفو نحن هذا لا نعتبره عفوا ثم حتى من الناحية الإجرائية إذا ناقشنا جدلا أنه كان عفو فالعفو يقتضي أن يسرح المتهم أو المعفي عنه بشكل نهائي هم أطلقوهم في شكل حرية مشروطة أو حرية مؤقتة لأن التواريخ التي حددت لهؤلاء الشباب للعودة إلى منصة القضاء والمحاكمة فيما اتهموا فيه لازالت قائمة فبالتالي أين العفو إذا افترضنا أننا أن هناك عفو ثم لماذا يعفو أيعفو الجاني عن الجلاد هنا معركتنا نحن من بإمكاننا العفو إذا ما حققنا أهدافنا نعم. فالمعركة معركة صفرية بين طيب أستاذ عبد الله صحيفة لوموند الفرنسية تقول أن الثورة في الجزائر كانت تستحق مصيرا أفضل مما آلت إليه الآن كيف تقرأ ذلك في دقيقة لو سمحت هي الثورة كانت تستحق مصيرا أفضل وكنا نستحق نتائج عظيمة لولا عملاء فرنسا لولا فرنسا لولا فرنسا الرسمية لولا العنة الفرنسي والنزعة الاستعمارية التي عند الفرنسيين هي عدونا الأول طالما فرنسا لم نتحرر من ربقتها ليس لنا مستقبل في الجزائر نعم. ولن تقوم لنا قائمة شكرا جزيلا لك أستاذ عبد الله الرافعي الكاتب الصحفي الجزائري كنت معنا عبر الخط الهاتفي من إسطنبول